السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن واحد يكون عمل سي في أو كتب أي ورقة على الوورد وبعتها لحد تاني يراجعها، فبدل ما يعدل ممكن يكتب له كومنتات، وده أسهل. فمن ريفيو بخش هنا أكتب له مثلا كومنت، بقول له مثلا نو كومنت، لا تعليق. أي مؤتمر صحفي يقول لك نو كومنت، تمام. ممكن أجي هنا أروح قايل له عايز كومنت كمان، أجين نو كومنت، تمام. وتقدر تشوف الكومنتات تقول له انا عايز نكست ريفيو زي ما انت عايز، وتقدر تقول له انا عايز الغي. ممكن تلغيهم كلهم مره واحده، ممكن تيجي هنا تعدل فيه في اي وقت، او تضيف كومنت تاني، يبقى عندك كذا كومنت، وبعد كده سيف وتبعته له، فهو يقدر يشوف الكومنتات دي كلها، تمام. ممكن يجي هنا شو مارك اب، يقول له انا عايز اشوف الكومنتات او مش عايز اشوف الكومنتات حسب للحاجة اللي للرؤية اللي كومنت.